السلام عليكم. طبعا وصلنا إلى السؤال الثالث، حليناه وبعدها التليفون خلص شحن، بس خلينا نجهز على الشحن راح نجي نكمل باقي الأسئلة. الأسئلة إذن كلهن أفكار يعني مباشرة، ما بهن أي شيء، مجرد نحط القانون ونطبق عليه. فهسه نتذكر القوانين بصورة سريعة، اللي هي ال WT على ال WT، النسبة الوزنية الوزنية، وزن المذاب على وزن المذاب زائد المحلول في 100%، حجمية حجمية، حجم المذاب اللي هو V على حجم المحلول اللي هو التوتال في 100%، الوزنية الحجمية، وزن المذاب اللي هو WT على حجم المحلول في 100%، وآخر شي النسبة الجزيئية اللي هي وزن المذاب على حجم المحلول بدون نسبة. تمام، تطبيق مباشر، انطيني هذا وهذا اجد النسبة بصورة مباشرة، ما اعوض يعني ما اكو اي فرق بالسؤال. حلينا 3 اسئلة، طفى الجهاز. هسه نرجع نكمل الرابع، نقرأ السؤال. شلون نعرف نسبة؟ نجد نسبة، علامة النسبة، يعني شي بسيط. شلون اعرف السؤال له علاقة بالنسبة؟ اجد العلامة مال النسبة هاي. تمام، قال لي 10 جرام of NaCl in 100 ملم of H2O، جد النسبة الوزنية الحجمية. فقبل اروح على القانون الثالث اللي هو الوزنية الحجمية، منطيني الوزن مال المذاب ومنطيني الحجم مال المحلول، وقلنا القليل هو المذاب والكثير هو المحلول، وعوض بالقانون. فالنسبة تساوي 10 على 100 في 100، وتساوي 10%، مباشر، ماكو اي فر بالسؤال. نرجع السؤال الخامس، منطيني خلنا نقرأ السؤال. 4.75 جرام of NaCl يذوب في محلول من الماء ليكون 750 ملم من محلوله، what is the، انطيني النسبة. شوفوا شلون انا عرفت قانون النسبة، راد النسبة الوزنية الحجمية، واحنا كتبنا الملاحظات. اذا لقينا هاي العلامة و W على V يعني القانون الثالث النسبة الوزنية الحجمية، اكتب قانون النسبة. شقد القليل؟ 4.75 جرام، وهذا 750 ملم، ف4.75 على 750 في 100، صفر يطير ويا هذا، وأجد الناتج شقد يساوي لي. أقسم قسمة طويلة 0.633%، طبعا هاي أقسمها بالحاسبة، يعني تقدر تطب حاسبة وياك امتحان الكيمياء كل شي ما يقول. فهاي نقسمها مباشر، بس نعوض قوانين، نعوض القانون نحط به المعطيات. السؤال السادس، 12.5 جرام of H2SO4، زين dissolved يعني ذابت in sufficient water في كمية من الماء لكونت 0.5 لتر of solution، نص لتر من المحلول، what is the WV، ما هي النسبة الوزنية الحجمية؟ من قال وزنية حجمية؟ روح القانون الثالث، أنا كتبت ملاحظات، يعني اللي كتب الملاحظات هسه قبل راح يحل السؤال. فمن قال لي وزنية حجمية؟ قبل أروح القانون اللي هو يقول لي النسبة الوزنية الحجمية وزن المذاب على حجم المحلول في 100%. وش قلنا ملاحظة؟ أول 3 قوانين الحجم بيهن بالملي، هو الطانية باللتر، شلون أحوله؟ نص لتر أضربه في 1000، شو قد يساوي؟ 500 ملي، اذا هذا حجم المحلول. زين شلون عرفت حجم المحلول؟ لان هو قايل لي حجم المحلول، شلون عرفت يعني؟ قايل لي 0.5 لتر of solution، نص لتر من المحلول. زين انا ما اخذ اللتر، احولها للملي، اضربها بيش؟ ب1000، واجد 500 ملم، هو معروف نص لتر ايش قد؟ 500 ملم. اطبق العلاقة اللي هي الوزن ايش قد كان؟ 12.5 على 500، 12.5
على 500 في 100 صفر، يعني طيرا هنا 12.5 كم؟ 5 2.5%. طبعا هاي كلها تقسيمات، يعني اروح اقسم. هي وزن، عفوا نسبة شنو؟ وزنية حجمية، فجرام على الملي، هذا جرام هذا ملي. يعني اسئلة مباشرة، يعني الوحدات هنا من القانون، لان هو هذا وزن، الوزن بيش بالجرام والحجم بالملي. جرام على الملي، اقسم 12.5 على 5 ايش قد؟ 2.5، هاي النسبة. فالاسئلة واضحة حيل، ما بيهن شيء. هاي بالنسبة للأسئلة مال النسب. هسه ايش راح يسوي لي بعض؟ هذا القانون قلنا يريد هذا وينطيني هذا وهذا، وهاي انطبقه بكل العلاقات. هسه ايش راح يسوي؟ راح ينطيني هذا وينطيني هذا، او يطلب هذا الجوه، او بالعكس ينطيني هذا وينطيني هذا ويطلب هذا. فراح يطلب اي شيء غير النسبة، راح يطلب اما حجم المحلول او حجم المذاب او وزن المذاب او وزن المحلول، او يعني واحد من ذن المجاهيل اللي بالقانون، بس عدا شنو؟ عدا النسبة. يعني هاي النسبة راح ينطيني اياها بالبداية. وايضا انا ايش قلت؟ شلون اعرف نسبة؟ من خلال اجد الرمز مال النسبة. ايش قايل لي؟ What the mass of the NaCl in present in 200 ملم. طبعا حد انا ما عرفت نسبة، ما اعرف نسبة، بس وانا اعرف نسبة لما ينطيني هاي العلامة عرفت نسبة. زين، هذا نسبة حجمية حجمية لوزنية وزنية. راح اجي اولا منطيني حجم، اذا هذا حجم، وطالب كتلة، اذا هذه نسبة وزنية حجمية. انا منين عرفت نسبة؟ من هاي العلامة. زين، شو عرفتها وزنية حجمية؟ منطيني حجم وطالب كتلة، اذا وزنية حجمية. قانون الثالث، اكتب القانون، نسبة الوزنية الحجمية وزن المذاب على حجم المحلول في 100%. زين، هو ايش منطيني؟ منطيني حجم، يعني هذا موجود، ومنطيني نسبة، يعني هذا موجود. بقى وزن المذاب، وهو قال لي what the mass of NaCl، ما هي وزن او كتلة NaCl اللي هو المذاب. شو اسوي؟ اعوض مباشر. هاي النسبة منطيني اياها 0.85، 0.85% يساوي هذا هو يريده اخليه، والحجم ايش قد؟ 2000 ملي في 100%. هاي 100% اختصرها ويا هاي 100%، العلامة الصفرين يطيرن ويا الصفرين، يبقى لي 0.85 يساوي WT على 20، تمام؟ وسطين في طرفين، هذا في هذا وهذا هنا واحد، هذا على واحد، هذا يؤدي WT شو يساوي؟ 20 في 0.85، راح الفارز تتقدم مرتبة مكان الصفر، تمام؟ وأضرب 2 في 5، أو أضربها عادي واحد بكيف، ترى أولا أكو حاسبة، ثانيا أقدر أضربها هنا 85 في 2، 0.1 17، إيش كم مرتبة عندي؟ مرتبتين، تمام؟ وطارت مني مرتبة، فإيش قد راح يطلع لي الناتج؟ 17 جرام. طبعا هن مرتبتين، تمام؟ ومرتبة ما الصفر طيرتها يطلع لي 17 جرام الناتج. خاف أحداخ 0.85 في 20، تمام؟ الصفر راح يطير مرتبة، فراح أطير الصفر، شو أقول؟ 8.5 في 2، الصفر طار ويا مرتبة، 2 في 5 0.1 باليد، أنزل المرتبة، 2 في 8 17، ف17.0 يعني 17 جرام. يعني لحد يدوخ هاي السؤال في الضرب كلها بالحاسبة، قلنا نقدر ندخل حاسب وين بالامتحان، بس شنو؟ بس نعرف شلون نعوض بالقانون، نضرب وسطين في طرفين. يعني القانون سهل، هو انطاني هذا وهذا انطاني، اضرب لي بس هذا، اضرب وسطين في طرفين واجده. ننتقل على بعده اللي هي ايش قايل لي؟ وات فاليوم، طالب حجم اوف 0.85 ان اي سي ال سولوشن شود كونتين. هو طلب حجم وانطاني كتله، اذا النسبه شنو؟ شنو اللي يربط الحجم والكتله؟ نسبه وزنيه حجميه. زين، شلون عرفتها نسبه؟ من علامه النسبه.
يعني شنو انطاني؟ انطاني هذا وطلب الحجم، لان هو قال لي what the volume، يعني هو طلب الحجم مبين ذاك وين. اوكي، فنكتب القانون: نسبة وزنية حجمية ايش تساوي لي؟ وزن على حجم في 100%. شنو اللي انطاني اياه؟ انطاني وزن، اي انطاني 2.5 غرام، اذا وزن موجود. انطاني نسبة، اي انطاني اياها اذا موجود. حجم بقى، اذا مجهول. ايش اجي احط الحجم 0.85، شو يساوي؟ الوزن ايش قد؟ 2.5. الحجم ايش قد؟ هو مجهول في 100%. بس دهقوا هاي العلامة، تروحوا ويا هاي العلامة مال النسب. ايش يبقالي؟ يبقالي 0.85 يساوي، طبعا راح اضرب هذا، يعني هذا بالفوق ينضرب، هاي 100 تنضرب بالفوق، لان هاي 100 بسط مقامها 1 وهاي النسبة راحت. فمية في 2.5 هذا يطير ويا هذا، يظل 250 على في، تمام؟ هي 2.5 في 100 250، تمام؟ يعني اضربها بالحاسب، اضربها بيدي، اضربها بكيفي، المهم هي 250. ايش راح اسوي؟ اضرب وسطين في طرفين، هذا في هذا وهذا في هذا. اذا 250 في 1 250، في في 0.8، في 0.58. ايش اسوي؟ اقسم على 0.85 حتى القى الحجم. الحجم ايش راح يساوي لي؟ 250 على 0.85. اوخر هذا واصعد صفرين، تصير 25,000 على 85، اقسمها بالحاسب واشوف ايش قد تطلع لي. تطلع لي 294. 294 ملي. هذا منو؟ حجم المحلول. هاي الخطوات كلها ما مطلوبة. شلون يجيني السؤال؟ يجيني مسألة ويجيني اختيارات، اختار هذا الرقم بس. الفكرة بس اعرف القانون عن طريق اذا لقيت كتلة وحجم فهذا نسبة وزنية حجمية، وكتلة بكتلة، وزنية وزنية، حجم بحجم، حجمية حجمية. يعني سهلات واضحات، واحنا نحاول بعد شوي نحلهن سوا فيضحن اكثر. السؤال الاخير: How would one prepare 6 لتر of 5% glucose solution؟ بقى احنا ايش قلنا؟ قلنا لون العلامة، انا قلت لكم بالملاحظة، يعني ملاحظة كتبناها. قلنا لو نلقى علامة، لو نلقى كلمة percentage، تمام؟ فأني لو ألقى العلامة لو ألقى النسبة. بس خلينا نلقى ملاحظة أشوفكم إياها، أنا قلت لكم إياها طبعا ذاك السؤال، ذاك يعني الفيديو اللي راح، يعني شلون أعرف هذا السؤال وزنية وزنية وحجمية حجمية. وينها؟ المهم احنا قلنا لو نلقى علامة، لو نلقى علامة، لو نلقى كلمة بيرسنت يعني نسبة، فهو قوانين النسبة هاي شوفوا، عندما نجد كلمة بيرسنتج، يعني لو ألقى العلامة، لو ألقى البيرسنتج حتى أستخدم قوانين النسبة. هاي ملاحظة قلتها بذاك الفيديو. فأني هاي شلون عرفت نسبة؟ ليش ما رحت على قوانين التركيز؟ لأنه لقيت كلمة بيرسنت، تمام؟ إذا هو قوانين النسبة. زين، هل هي نسبة حجمية وزنية؟ وزنية حجمية. إيش قايل لي؟ قايل لي How would one prepare 6 لتر of 5 glucose solution؟ فقايل لي إيش قد كمية الجلوكوز اللي تحضر محلول حجمه 6 لتر، تمام؟ إذا أول شي النسبة إيش قد؟ 5%، هاي كلمة بيرسنت يعني نسبة، تمام؟ فخمسة بالمية يعني هذه النسبة. حجم المحلول 6 لتر، طبعا احنا اللتر نحوله لان قلنا ماكو لتر بالملي، ف6000 ملي، تمام؟ قلنا اللتر ماكو بهذه القوانين، بس بالقانون الرابع لتر، وبقي كلهن ملي لقوانين النسبة. فالنسبة هي 5%، 6 لتر يعني 6000 ملي. وهو ايش طالب لي؟ طالب لي اسمه الحجم مال الجلوكو، الكتلة مال الجلوكوز. نرجع نكمل.
فقال لي هو النسبة 5%، والحجم 6 لتر، يعني 6000 ملي، لأن قلنا لتر نضربه في 1000. فقال لي شنو نسبة وزنية؟ ليش وزنية؟ لأنه طلب كمية ما قال لي حجم، راد كمية جلوكوز. فأكتب النسبة الوزنية الحجمية تساوي وزن الجلوكوز على حجم المحلول في 100%. شقد النسبة؟ قال لي 5%، 5%. الوزن أني أريده على الحجم 6000 في 100%. هاي 100% تروح ويا 100%، صفرين يروحون ويا الصفرين. يبقى لي الويت يساوي 5 في 60، 300 جرام. هذا منو؟ وزن الجلوكوز اللازم لإتمام المحلول. السالفة ما بيها أجد علامة النسبة، أقول هاي قوانين النسبة، أشوف إذا حجم وكتلة نسبة وزنية حجمية، حجم بحجم حجمية حجمية، كتلة بكتلة وزنية وزنية، ما يراد لها أي شو اسمه أي يعني تفكير زايد. أكتب القانون، إما يطلب هاي أو واحد من المجهولين. إذا أعطاني النسبة فهو يطلب واحد من المجهولين، وإذا طلب النسبة فالمجهولين عندي، يعني ما بيها فرق كبيرة. يعني كمان هاي القوانين او هاي طبعا اهم شيء الملاحظات، احنا كتبنا ملاحظات بالبدايه. الملاحظات يعني هي مو استنتاجيه وانما بسيطه يعني نقدر نقرا بيها. يعني بالعربي قلنا لو يطلب هاي لو يطلب هاي، شلون اعرف السؤال يا نوع؟ فكتبناها بالبدايه انا وياكم حتى نعرف شلون نحل. هسه اسئله اهم نكملها، هذا من حال البقيه. فقال لي اول سؤال او سؤال عاشر، ما ادري اذا باين يمكم بس هسه اسويه. السؤال العاشر ايش قايل لي؟ قال لي describe how to following solution would be prepared. قال لي اوصف شلون راح تحضر المحاليل الاتيه، يعني على قوانين النسب. اولا اذا انطاك 500 ملي 5% من البوريك اسيد، محلول البوريك او حامض البوريك، اعطاني 5% نسبه مالته، ولازم يريد شنو؟ يريد كتلته. ف وانطاني حجم المحلول، يعني سهل السالفة. راح تقول شلون شو اسمه يريد الوزن، شلون عرفته؟ هو مين يقول لي الكمية اللازمة لتحضير المحلول؟ فهو يريد حجم، يريد كتلة عفوا. لو قايل لي الحجم كان قال لي حجم، بس هو قايل الكمية، فالكمية تعبر عن الكتلة. فذن الأسئلة هذا وهذا يطلب بيهم الكتلة، تمام؟ كتلة المادة. يقول لي عبر عن كيفية تحضير المحاليل من الكميات التالية، فيريد كتلة، تمام؟ اولا انطاني حجم 500 ملي، هذا حجم منو؟ حجم المحلول. وش انطاني؟ انطاني نسبة 5%. ايش اروح اجد من ينطيني حجم وينطيني نسبة ويريد كتلة؟ طبعا احنا وزن يساوي كتلة، يعني جاب لكم كتلة هي نفس الوزن، يعني الويت نفس الماس، هنا جاي نحكي ويت نفس الماس، تمام؟ فلما ينطيني حجم ويطلب كتلة وينطيني نسبة، اروح اعوض مباشر. النسبة الوزنية الحجمية تساوي وزن على حجم في 100%، تمام؟ هذا انطاني اياه 5%، هذا يريده والحجم 500، نسبة تروح ويا النسبة، صفرين يروح ويا الصفرين. إذن الويت يساوي 5 في 5، هذا وسطين في طرفين هيش راح أضرب، 5 في 5 25 جرام. هذا أولا، هذا فرع A. نجي على فرع B. فرع B شو يقول لي؟ يقول لي الحجم 2 لتر، الحجم 2 لتر. قلنا احنا الحجم شو نسوي؟ نحوله الى ملي، فالحجم يساوي 2 ملي لتر. والنسبة ايش قد؟ النسبة 0.1%. النسبة الحجمية الوزنية 0.1%. ايش اجي اعوض القانون؟ النسبة الوزنية الحجمية تساوي الوزن على الحجم في 100%. النسبة تروح هي النسبة، شو يبقى لي؟ النسبة الوزنية الحجمية هي 0.1، الوزن أني أريده، الحجم 2000 في 100،
صفرين يطيرن ويا الصفرين، يبقى لي الويت شو يساوي لي؟ 20 في 0.12 جرام. هاي 20 في 0.1، اقول شلون 20؟ صفرين طارن ويا الصفرين، يبقى لي 20 في 0.1، صفر يطير ويا الفارز، 2 في 1 2 جرام. يعني سالفة حيل حيل حلوة وواضحة. هذا السؤال 10 كملناه، نجي على السؤال 11. كل السالفة ما بيها تعتمد على القوانين، شلون نستخدمها وشلون اعرف هذا القانون راح استخدمه؟ قلنا من خلال الملاحظات كتبناها، انه من اشوف كتلة وحجم، وزنية حجمية، حجم حجم، حجمية حجمية، وزن وزن، وزنية وزنية. وشلون اعرفها؟ من خلال قانون النسبة، يعني من القى هاي العلامة مال النسبة او القى كلمة percentage. قال ال 11 هاو ماني ملي لتر، بقى قال لي هاو ماني ملي لتر، يعني يريد حجم من هسه، ما اعرف نسبة وزنية حجمية او مختلطة ما اعرف، بس شي يريد حجم. يعني اعرف بالسؤال ال 11 يريد حجم، الحجم مجهول. تمام؟ فقال لي هاو ماني ملي لتر، ملي لتر، ملي لتر وحدة قانون، وحدة قياس الحجم، يعني يريد حجم. فقال لي هاو ماني ملي لتر اوف 5%، من قال لي 5%؟ يعني اكو نسبة 5%، يعني اشوف قوانين النسبة. glucose solution should be used to have 10 جرام. بس باعولي انطاني وزن 10 جرام، وراد حجم، طاني وزن وراد حجم، نسبة شو اسمها؟ وزنية حجمية، يعني معروفة من السؤال، طاني وزن وراد حجم، يعني هو وزن وحجم شنو يربطهم؟ القانون الثالث الوزنية الحجمية، انطاني النسبة وانطاني الوزن اروح اجيب الحجم. النسبة شقد؟ 5%. الوزن شقد؟ 10 فوق، الحجم هو يريده في 100%. هاي العلامة بـ 100% تروح الى 100%. شو بقالي؟ 5 يساوي 10 في 100 ألف، هذا بسط ببسط، هاي مقامها واحد، في في واحد في، أضرب هذا في هذا وهذا في هذا اللي هنا واحد، 5V تساوي 1000، لأن 10 في 100 1000. أقسم إذا ال V يساوي 1000 على 5، أعتقد 200 ملي. وهسه السؤال لل 12 وال 11 عكس العاشر، العاشر انطاني، بقى العاشر انطاني حجم ونسبة وراد كتلة، بالعاشر ال 11 انطاني كتلة وراد حجم، وال 12 هم راح ينطيني كتلة ويطلب حجم، فال 12 نفس فكرة ال 11، اللي يريد يوقف الفيديو يحله نفس الفكرة بالضبط، بس راح نقرأ منطوق السؤال خاف انه يدخون. فقال لي determine the amount، احسب الكمية، كمية شنو؟ كمية الملي لتر، من يقول لي ملي لتر يعني حجم، يعني يريد الحجم، حجم منه of solution، حجم المحلول that will contain، الذي يحوي indicated amount، كمية محددة، يعني طالب منه، طالب الويت، من يقول لي كمية يعني ويت. تمام؟ إذن هذا السؤال الـ 12 راح ينطيني، راح ينطيني حجم، راح ينطيني كتلة ويطلب حجم، عكس سؤال العاشر. فبع اول هو مسوي لها فرعين اي و بي، فاول فرع ايش قايل لي؟ قايل لي اذا علمت ان 12 جرام من الجلوكوز يذوب في محلول نسبته 2%، وش طالب؟ طالب حجم. شن طاني؟ انطاني ويت. اذا القانون شنو هو؟ الويت 12 جرام، النسبة 2%، والحجم مجهول. النسبة شنو يربط حجم ووزن؟ نسبة حجمية وزنية. شو تساوي لي؟ تساوي لي الوزن على الحجم في 100%. طبعا هذا القانون والعلاقة والتعويض كله ما مطلوب، بس مطلوب الناتج، بس احنا جانا نحل هيك عمود نلقى الناتج، لان بالاختيارات تجيني الناتج بس. تمام؟ النسبة الوزنية الحجمية 2%، الوزن 12 جرام في 100% على الحجم مطلوب، حجم مطلوب لان هو قال يجد الحجم، يعني اكيد مطلوب. ال 100% تروح ويا ال 100%، اضرب 12 في 100 1200، هاي راح تنضرب هنا. تمام؟ هسه نضرب وسطين في طرفين، 2 في في 2 في يساوي 1200، اقسم
الطرفين على 2 في شو يساوي لي 600 ملي. يعني شنو؟ يعني انا عندي 2% تساوي لي 12 على في في 100 تمام بالمية. هاي المية بالمية اختصرتها ويا هاي راحت طارت. شو سويت؟ ضربت 2 تساوي لي 12 في 100، هاي 12 مو تنضرب بهاي المية، فألف وميتين على في وسطين في طرفين، هذه ينضرب بالواحد هنا مقامها واحد، 1200 تساوي لي 2 في. أقسم على 2 تتخلص من معامل في اللي هو الحجم، في يساوي 1200 على 2 600 ملي. وضحات؟ إن شاء الله وضحات. بالحجم أو الكتلة 3.6، الوزن 3.6 والنسبة 0.9، فأجي تلقاه الويت 3.6 والنسبة 0.9 والحجم مطلوب. فشو قولي الحل؟ النسبة الوزنية الحجمية 0.9%، الوزن 3.6، الحجم مطلوب في 100%. هاي العلامة تروح ويا هاي العلامة. ايش يبقالي؟ يبقالي 3.6 في 100، اقول له 0.9 يساوي 3.6 في 100 360، لانه صفر يروح ويا الفارزه وصفر ينضاف، 36 في 10 360 على في. وسطين في طرفين 0.9 في يساوي 360، اقسم على 0.9 حتى اخلص منها. اذا في تساوي 360 على 0.9، هذا يصعد فارزه 3600 على 9 400 ملم. لما نضرب 400 ملم في 9 3600، يعني هي قسمة حاسبة أول وتالي. نعيدها، النسبة 0.9، الوزن 3.6 على في في 100%، النسبة هاي مال 100% تروح ويا هاي. شو بقالي؟ اضرب 3.6 في 100، هاي 100 في 3.6، شوفوا الفارزة تروح ويا واحد من الاصفارة، يظل 36 في 10 360، 36 في 10 360، 0.9 يساوي 360 على في. وسطين في طرفين شو يصير لي؟ الفي في 0.9 0.9 في، و 390 360 في 1 هذا مقامها 1 يبقى 360. انا اريد بس في، اقسم الطرفين على 0.9. طبعا الخطوات ما مطلوبه، كل شوي نقول الخطوات ما مطلوبه لانه اريد بس الناتج بالجواب. ف هاجي اقصد بالفصلي، اما الكويز فحسب هو اذا يريد يجيب مساله او لا، بس بالفصلي ما مطلوبه الخطوات، وحتى بالكويز هو اهم شيء الناتج، فالخطوات من يمنا نحطها. نقسم على 0.9، الفي تساوي 360 على 0.9، هذا الصفر يروح وتصعد صفر فوق، 0.9 يصير 9 ويصير فوق 3600 تمام. الفي شو يساوي لي؟ 3600 على 9، 36 على 9 بيها 4 وصفرين ينزل 4 400 ملم. اللي يقول لي هاي الفارزة شلون صعدناها كلنا نعرف، بس هاي ال 0.9 شلون تنكتب؟ 9 في 10 سالب 1، تصعد هاي 10 سالب 1 فوق تصير 10 موجب 1، يعني 360 في 10 يصير 3600، 9 بيها 1، 36 بيها 4 والصفرين ينزلين 400 ملم. يعني هي السالفة حاسبة بالحاسبة نطقطقها وتطلع. هسه قوانين النسبة عبال قلت مخلصهم، بس بعد هذا السؤال عليها بعد قوانين التركيز ايضا عليها كم سؤال بعد ما خلصنا قوانين النسبة. هسه ايش راح يقول لي؟ determine the number of gram of solution، يعني شو يريد ال number of gram؟ يعني يريد النسبة الوزنية او العفو الوزنية الحجمية، المهم يريد شنو؟ ال number of gram يعني الويت، عدد الغرامات شنو هو؟ الوزن يعني الكتلة. من يقول لي النمبر اوف المليلتر يعني حجم اللي فوق بالسؤال ال 12، بس من قال لي نمبر اوف جرام يعني وزن او كتلة، هو نفس الشيء، احنا جاي نقول وزن او كتلة هنا نفس الشيء بالكيمياء.
فقال لي احسب الكتلة مال صلوت المذاب contained in the following solution المحتوية في المحاليل الآتية. تمام؟ قال لي 15 ملي 1 تيبل سبون ملعقة واحدة of 0.25 صلوت. تمام؟ فشنو؟ ما له علاقة بهاي السوالف. شو يريد هو؟ يريد وزن مجهول. شلون عرفت وزن؟ number of gram. زين هي هاي القوانين شنو هي؟ نسبة لو ما نسبة؟ ما دام اكو نسبة هاي موكو نسبة، إذن قوانين نسبة. النسبة اشتش قد تساوي لي 0.25%. زين الحجم اش قد؟ 15 ملي. هو انطاني اعترى ما جاك تبشي مني منه، كله هو انطانيها بالسؤال. قال لي احسب الكتلة، هاي قتلة الكتلة او الوزن. قال لي انطيتك نسبة، هاي النسبة، وش قد الحجم؟ 15. إذن النسبة 0.25% تساوي الوزن هو مطلوب والحجم 15% في 100%. الوزن تروح ويا هاي، تروح ويا هاي النسب. اضرب وسطين في طرفين، فايش يصير؟ هاي الويت بمن تنضرب؟ بالمية. فمية ويت هاي تنضرب بهاي وهاي تنضرب بهاي، يساوي 15 في 0.25. اروح اضربها بالحاسبة او هسه نضربها انا وياكم. 25 في 15، 5 2 12، وهذا 0 5 2 5 7 3، 375. كم فارز عندي؟ عندي فارزتين يعني 3.75. تمام؟ أقسم على 100 ويتساوي 3.75 على 100 ويساوي 0.375 غرام. خاف دختو، خاف يعني انا وياكم دخنه. هو انطاني الويت مجهول، وانطاني الحجم معلوم 15، وانطاني النسبه 0.25. اجي اقول النسبه هي 0.25% تساوي الويت اني اريده، الحجم 15 تمام، والنسبه هذا مال 100%، هاي مال القانون. النسبه هاي تروح ويا هاي النسبه، هذا الويت ينضرب بالمية بالمية لان هذا بسط ببسط. فش تصير؟ 0.25 تساوي 100 ويت على 15، ما الحجم هي ثابتة يعني انطانيها بسؤال. وسطين في طرفين، هاي مقامها واحد، ف 25 في 15 ايش قد ضربناها طلعت 3.75 100 ويت. تمام؟ انا اريد بس الويت اقسم على 100، فالويت تساوي 3.75 على 100. من اقسمهم ايش قد يطلع الناتج؟ هالفارزة راح تصعد مرتبة مرتبتين فتصير 0. لو نقسمها على 10 كان صارت 0.3، بس لانه صعدت مرتبتين 0.375 جرام. واقدر اقسم بالحاسب وهالكلام كله كلاوات، بس تعرفون شلون صار القانون، وهالباقي كله اقسمه بالحاسبة، وقلنا الحاسبة نقدر نطببها ويانا. تمام؟ بعد شنو عندي؟ المحلول الثاني اللي هو بي، منطيني ايش قد النسبة 0.9 وايش قد الحجم 350 ملي. يعني سؤال واضح، الأسئلة كلها تتكرر، الحجم 350 ملي والنسبة 0.9 والكتلة او الوزن مجهول هو يريده، فنقول 0.9% هو انطاني اياها تساوي الوزن اللي انا اريده، هذا قانون جاء اكتبه، على 350. الويت بمن ينضرب؟ بالمية طبعا، النسبة راح تروح وين النسبة. ف 0.9 يساوي 100 ويت يعني وزن على 350. وسطين في طرفين حلوين، شلون تصير؟ 100 ويت تساوي صفر تروح ويا الفارزة، 9 في 5 5 و4 باليد 4 31. تمام؟ فهذا يؤدي، أنا أريد بس الويت، شو أسوي؟ أقسم على 100، 315 على 100 0.315 جرام، 3.15 جرام، 3.15 جرام.
اللي هو الناتج وبس. خلصنا ايش اسمه الأسهم والنسب. هسه راح نجي على أسئلة التراكيز، هذا يجوز أنا حليته على السريع فراح أعيد لكم إياه. مال بي هو ايش قد منطيني الحجم 350 ملم، وايش قد منطيني النسبة 0.9%، الويت أني أريده مجهول، فايش راح أسوي؟ أقول النسبة اللي هي 0.9 تساوي الويت في 100% على 350. هاي النسبة تروح ويا هاي النسبة تطير، لأن النسب الأطراف يطيرن. يبقى لي الويت ينضرب بالمية، 0.9 يساوي هذا ينضرب بهذا، لأن هذا بسط ببسط، فمية ويت على منو؟ على 350. وسطين في طرفين، هذا ينضرب بهذا وهذا هنا ينضرب بالمقام واحد. مية ويت تساوي أضرب 0.9 في 350 يطلع لي 45، قلنا 5 3 1 1 3 هيك يطلع الناتج، اضربه بالحاسبة تمام، اقسمهم على 100 حتى القى الويت. الويت يساوي 315 على 100 3.15 جرام، هذا الناتج. هسه كملنا من قوانين النسب، هسه نجي على قوانين التراكيز اللي هن النورمالية والمولارية وعدد المولات. سهلات راح نرجع نكتبهن. المولارية مولات على حجم، المولات كتلة على الكتلة المولية، النورمالية مولارية في ايتا تمام، واكو القانون الثلاثي كتلة تساوي التركيز المولاري في الكتلة المولية في الحجم، بس ذول اللي راح استخدمهم. المولارية نور شو اسمه عدد المولات على حجم، حجم باللتر اهم شيء، هاي هنا قوانين التركيز كلها باللتر. المولارية المولات على الحجم، المولات هي الكتلة على الكتلة المولية، النورمالية هي المولارية في الايتا، ايتا قلنا للحوامض عدد ذرات الهيدروجين H وعدد ذرات OH والالكترونات، بس منو اللي يجي؟ H و OH، الالكترونات ما تجي، وإذا جت فراح نحلهم بس ما تجي. هذا القانون الثلاثي اللي هو الكتلة يساوي منو؟ التركيز المولاري بالكتلة المولية بالحجم، راح اجي نحل على اساسه. هاو ماتش، طبعا شو راح اعرف ذول القوانين تراكيز؟ ما القى بيهم نسبة، من القى نسبة فاروح على قوانين النسبة، من ما القى نسبة فذول تراكيز. فش قايل لي؟ هاو ماتش 0.1 مل مولاري، ايش منطيني؟ اجي اكتب الملاحظة او العفو اكتب المعطى، المولاري ايش قد؟ 0.1 مولاري زين، المل الانيسيال، وش انطاني بعد؟ انطاني ال 0.3 مول عدد المولات، انطاني المولارية، وش انطاني؟ انطاني عدد المولات. اي قانون بي مولارية وعدد مولات؟ القانون الاول اللي هو المولارية تساوي عدد المولات على الحجم تمام؟ فالمولارية تساوي عدد المولات على الحجم، هذا انطاني وهذا انطاني، اروح القى الحجم، سالفة كلش سهلة. ف 0.1 تساوي 0.03 على V بس باللتر، وهي راح تطلع باللتر تمام. وسطين في طرفين، هذا مقام واحد فاضرب هذا في هذا وهذا في واحد، 0.1 V عفوا ما ولا ما تحيبكم، 0.1 V تساوي 0.03، أقسم V تساوي 0.03 على 0.1، إيش راح يطلع الحجم؟ V يساوي 0.3 لتر، مباشرة يطلع الحجم. يعني شنو؟ أنا عندي ذول القوانين، من هم؟ مولارية والنورمالية وعدد المولات والقانون الثلاثي، أربع قوانين. انطاني مولارية ومولات، شلقة القى حجم، لان هذا القانون اللي يربطهم اللي هو بمولارية وعدد مولات والقى الحجم تمام. القانون اللي بعده او العلاقة اللي بعدها ايش قايل لي؟ هاو ماني مول اوف جلوكوز، ايش قايل لي؟ عدد المولات، هاو ماني مول، كم عدد المولات؟
إذن من المجهول عندي أكتب هنا المجهول عدد المولات، تمام؟ عدد المولات شبيه مجهول. هو ماني مول، عدد المولات مجهول مال جلوكوز. إن ثلاثة لتر، الحجم مش قد، الحجم ثلاثة لتر، تمام؟ إذن عدد المولات مجهول، مجهول وحجم ثلاثة لتر. شنو اللي لازم ينطيني العلاقة اللي تربط المولات والحجم؟ تربطهم المولارية. فش قال لي؟ قال لي وتركيزه 0.5 مولاري. إذن شو منطيني؟ منطيني المولارية. شو يساوي؟ 0.5 مولاري. إذن شو انطاني؟ عدد مولات مجهول وانطاني حجم معلوم وتركيز مولاري معلوم. القانون شو يقول لي؟ تركيز المولاري يساوي عدد المولات على الحجم. هذا العلاقة تربطهم. من يربط الحجم وعدد المولات؟ القانون الأول هو المولارية تساوي عدد المولات على الحجم. فأجي أحل، طاني عدد المولات إيش قد؟ مجهول هو يريده. حجم إيش قد؟ 3 لتر. مولارية إيش قد؟ 0.5. من يربط دول الثلاثة؟ القانون الأول هذا بمولارية ومولات وحجم. لازم أنا أحفظ القوانين، تمام؟ من أشوف عدد مولات وحجم أطفر على القانون الأول، أكتب القانون المولارية تساوي عدد المولات على الحجم. هذا يؤدي، هو الحجم انطاني اياه باللتر، بس اذا ما انطاني اياه باللتر لازم احوله، بس هو على الغالب كله راح ينطيه باللتر، بس خاف ما ينطيه باللتر نحوله. هو شو يريد؟ يريد عدد المولات، فاني اجي اعوض 0.5 يساوي ان على 3، وسطين في طرفين، ان تساوي 1.5 مول. شلون 1.5؟ 0.5 في 3، 3 في 5 15، والصفر ينزل 1.5، يعني 1.5 مول. هذا الناتج، يعني سهلة السالفة، بس أشوف شنو منطيني إياه وأشوف شنو البقى عندي وأروح أحل. ننتقل على الأسئلة اللي بقت. إيش بقى عندي؟ قايل لي how to prepare 100 ملم of 1 مولاري. هس هذا مبين، ترى هو القانون مبين ذاك وينه واستخدامه مبين. شو انطاني؟ انطاني حجم 100 ملي، تمام؟ وش انطاني؟ انطاني تركيز مولارية 1 مول مولاري، وانطاني كتلة مولية. شلون عرفت كتلة مولية؟ هذا هو قال لي كتلة مولية مالته، هاي علامة الكتلة المولية اللي أمل بها ركز. والكتلة المولية ايش قد؟ 180 جرام على المول. منو القانون اللي يربط ثلاثة؟ هو من اسمه سميناه القانون الثلاثي اللي يربط ذول، اللي هو الكتلة تساوي التركيز المولاري في الكتلة المولية في الحجم باللتر. هذا انطانيا وهذا انطانيا وهذا انطانيا، اجد الكتلة. الحجم مش قد انطانيا 100 ملم، اجي حوله اقول له الحجم باللتر يساوي 100 ملي على ألف، ويساوي صفرين يروحون ويا صفرين، واحد على عشرة 0.1 لتر. أحول الحجم لللتر، لازم لللتر. الحجم دائما باللتر، بس عدا بقوانين النسب الثلاثة بالملي، كله باللتر، بس قوانين النسب. أوكي 0.1 لتر. فش أجي الحجم عندي صار وكلهن عندي، أقول للكتلة تساوي المولارية إيش قد؟ واحد. الحجم إيش قد؟ 0.1. الكتلة المولية 180، هو كل انطانيها، فواحد في 0.1 0.1 في 180 18 جرام، لأنه الفارزة تأكل الصفر، فيطلع واحد في 18 جرام. السؤال 17، طبعا بقى لنا سؤال واحد. سؤال 17 calculate the gram of a solution. calculate the gram يعني احسب الكتلة مال المحلول. زين require to prepare اللازمة لتحضير each of the following solution، يعني يريد كتلة مال المحاليل ذني. انطاني كتلة مجهولة، ايش راح ينطيني معلومات؟ هذا فرعي. انطاني حجم اولا، وانطاني تركيز مولاري ثانيا، وانطاني كتلة مولية ثالثا. شو اسمه القانون؟ هو من اسمه قانون ثلاثي. فالقانون الثلاثي شو يساوي لي؟ الكتلة المولية في التركيز المولاري في الحجم باللتر. هو هذا القانون،
هو طلب الكتلة، هذا انطاني وهذا انطاني وهذا انطاني، اجي اعوضها مباشرة. ايش قد التركيز المولاري؟ 0.5. ايش قد الكتلة المولية؟ 58. ايش قد الحجم؟ 250 ملم. انتبه على الحجم، عفوا ما معوض ما منتبهكم. المولارية ايش قد؟ 0.5، هو انطاني هذا السؤال. قلت له الكتلة المولية 58، الحجم قايل لي 250 ملم، ما اعوضه. ليش؟ لان الحجم لازم باللتر اقسمه على الف. ايش راح يسوي لي؟ ذولي هذا يروح ويا هذا، يصير 0.25 لتر، يعني ربع لتر. تمام، يعني 250 تقسيم 1000 0.25. اوكي، اجي اعوضه في 0.25، اضربهم 25 في 5 125. كم فارز عندي؟ 3 في 0.125 في 85، 5 12 يبقى 1 6، 8 في 5 0، 4 و8 0، و2 و8 0 1، 5 2 6 وتبقى هاي العشرة اللي هو. بس كم فارز عندي؟ عندي 3 فوارز، فايش قد راح يطلع الناتج؟ يطلع الناتج ما شاء الله غلط، المهم نضرب بالحاسبة ويطلع لنا صح، انا ضربت غلط، نضربه بالحاسبة ويطلع الناتج صح اللي هو 7.25. نضرب 0.5 في 0.25 في 58 ويطلع الناتج ايش قد؟ 7.25 جرام. بس انا استعجلت شوية، كثير مو شوية، يعني هو شو مطيني؟ منطيني كتلة مجهولة، يعني هو رايدها، منطيني كتلة مولية 58 وتركيز مولاري 0.5 وحجم منطيني اياه بالملي. احاول المن لللتر، شلون احوله؟ اقسمه على 1000، 250 تقسيم 1000 0.25. صار عندي كل المعلومات، اجي اعوضهن، كتلة شو تساوي لي؟ 0.5 التركيز في 5.8 كتلة المولية في 0.25 الحجم، أضربهم يطلع الناتج 7.25 جرام الكتلة. تمام. هسا ايش راح أجي أرجع حل فرع بي، فرع الثاني. فرع بي ايش قايل لي؟ قايل لي أيضا أريد الكتلة، فالكتلة مجهولة. هذا سؤال 17، كتلة مجهولة، الحجم ايش قد؟ الحجم نفسه 250، أقسم على ألف يساوي 0.25 لتر، لازم باللتر. والكتلة المولية إيش قد؟ 48، عفوا 84. والتركيز 0.2. أجي أكتب القانون اللي هو الكتلة تساوي، نرجع نكمل، الكتلة تساوي كتلة المولية في التركيز في الحجم باللتر، هو انطاني اياها بالملي أنا حولته. كتلة المولية 84، تركيز 0.2 والحجم 0.25، نجي نضربهم. هذه 25 في 2 50، ايش كم فارز عندي؟ 3 فارزات في 0.005. تمام، اضربه في 84، 4 0 2 8 5 42. تمام، بس كم فارز عندي؟ 2، في 4.2 جرام، 4.2 جرام. نرجع نعيد، انا احس انه جاء استرع شويه، فكتله هو يريدها. تمام، كتله موليه هو انطاني اياها، تركيز هو انطاني اياه، بس الحجم 250 ملي، شو اسوي؟ اقسمه على 1000. الفي شو يساوي؟ 250 تقسيم 1000 0.25 لتر. ارجع اعوض بالقانون الثلاثي اللي هو 0.25 في 0.2 في اللي هو ايش قد؟ 8.4. الكتلة تساوي 0.25 في 2 0.05 في 8.4، كتلة تساوي 5 في 84 420. عندي كم فارزة؟ عندي فارزتين، اعوضهن هنا، اذا الكتلة تساوي 4.2 جرام. تمام، السؤال
فرع سي، وبعد لي اخر سؤال ونكمل. فرع سي شو يقول لي؟ طبعا احنا كلنا نفس الاسئله، ما شو يقول لي وما يقول لي، احنا نفسهم بس جان حلبين. فرع سي الحجم انطانيها باللتر 0.5، ما حوله مباشر. ال شو اسمه بعد انطاني التركيز المولاري 0.15، والكتله الموليه ما حاط لي اياها بس هو لازم يحط لي اياها 342.3. طبعا هو يحطها بالسؤال، هو يحطها، فهو ما حاط هنا، هو يحطها لازم ينطيني اياها. الكتلة ايش تساوي؟ اللي هو القانون الثلاثي، حجم في تركيز في كتلة مولية، تمام؟ حجم هو منطيني اياه 0.5، تركيز 0.15، في 3 4 2.3 اضربهم والقى الناتج ايش راح يطلع لي؟ 25.67 جرام. اضرب ذولي واطلع الناتج اللي هو الكتلة اللي هو طالبها، تمام؟ اخر سؤال عندي بالملزم الثاني وتخلص ان شاء الله. سؤال 18 ايش قايل لي؟ هاو ماني جرام، عدد جرامات، يعني يريد كتلة مجهولة. اوف انا سيال ان 1500، الحجم منطيني 1500 ملي، شو اسوي؟ مباشرة حوله 1500 لتر ونص، لان 1500 تقسيم الف ذولي يروحون ويا هذا، يبقى 15 على 10 1.5، فلتر ونص. حجم صار عندي، بعد ايش منطيني؟ منطيني التركيز اللي هو 0.4 مولاري، ومنطيني الكتلة المولية 58. الكتلة ايش تساوي؟ اللي يريد يقدر يحل يوقف الفيديو او شيء. الكتلة ايش راح تساوي لي؟ 1.5 في 0.4 في 58، 15 في 4 60، 0.6 في 58 34.8 جرام، تمام؟ يعني شلون؟ 1.5 في 4 هذا 1.5 في 0.4، 4 في 5 0 و2 بديت، 4 في 1 4 و2 6، ايش قد الناتج؟ 60. بس قد عندي؟ عندي مرتبتين، فارجع مرتبتين 0.6، يعني ناتج 0.6 اضربه في 8 5 8 4 5 4 4 3، وارجع مرتبة 34.8 جرام. خلصنا المحاضرة، واسف اذا دوختكم قوانين سهلات. اذا لقيت نسبة استخدم تراكيز، ما لقيت نسبة استخدم، عفوا، اذا لقيت نسبة استخدم قوانين النسب، واذا ما لقيت استخدم تراكيز. واسف لان طولت عليكم وتأخرت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.